ندوة علمية في العاصمة نواكشوط حول أخلاق الفتاة المسلمة منظمة من طرف نادي الطالبات المنضوي تحت لواء الرابطة الثقافية لطلاب المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية. في إطار وعي النادي بدور الفتاة المسلمة في بناء المجتمع ومدى تأثيرها بسلوكياته، حيث كان النادي وليد حاجة تأطيرية ضد السلوك المنحرف المتبشي في مجتمعنا بشكل عام أو في محيط المعهد بشكل خاص. ونسعى من خلال هذه الأنشطة، أنشطة النادي، إلى تكوين طالبة واعية مثقفة تؤمن بدورها في المجتمع. وشهدت الندوة العلمية مداخلات تتعلق بحدود الشريعة الإسلامية وأخلاق المرأة بالإسلام وما يجب عليها اتباعه من أجل المحافظة على دينها. وجاء القرآن يخاطب النساء المؤمنات من أمهات المؤمنين: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. فاخترن كلهن الله ورسوله والدار الآخرة وما اختارت واحدة منهن الدنيا. خبيرة التجميل صفية عزيز قدمت للطالبات بعض الإرشادات الصحية وطرق المحافظة على الجمال الطبيعي. لا صحي يبدأ عند اش يبدأ عند قلنا انه رجاج يشوفوا كيلو لا يوكرشن ويال تعود مكون مناش يال تعود فيه اكثر شيء الخضروات وفيه الفواكه. بسيط جدا انه رجاج قد خالقين خضروات احنا متوفرين عندنا وهوينين وفي نفس الوقت فيهم كامل الغذاء الصحي موجود فيه. شنو هو؟ هو أدرقان. أدرقان فيه الحديد معلوم جدا وكل حد قد يشريه ما هو فيهم اللي مثلا عندنا شين قالوا الأكواس يقولوا بالعربية القرع جدا جدا ممتاز. لتختتم بذلك الندوة العلمية التي يسعى القائمون عليها أن تساهم في تكوين طالبات قادرات على المساهمة في بناء مجتمع واعي بأخلاق الإسلام ومعاملته.